اللي اعرفه حاليا ان الهامستر ده محظوظ جدا ومتدلع اكتر من ناس كتير اعرفها، وبياخد شاور وهو في قمه الهدوء والاستجمام، وبعد ما خلص واخد الشاور اللطيف كان لازم صاحبه ان هو ينشفه، ويا ريت وقف عند هنا. ده الراجل جاب كمان مجفف الشعر بس عشان ينشف شعره، عشان خايف عليه لا ياخد برد او يجرى له حاجه، وبدا ان هو يسرح له شعره عشان زي ما انتم شايفين شعره خشن بزياده. المفاجاه بقى ان الهامستر كان تعبان جدا من اليوم الطويل اللي انتم كنتوا شايفينه ده، وكان من الواضح ان هو شقيان وتعبان وكان عاوز ياخد استراحه.